مساء النور، مساء الخير، لاباس دايرين؟ بخير، لاباس عليكم، اموركم مزيانه؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وبصحه جيده. اليوم بغيت نشارك معكم هذا الفيديو هذا. قبل ما نحط اي حاجه ديفلوب ديال العيد دي فيديو، قلت بعدا نشارك معكم الاجواء ديال الطبخ ديال هذا العجل هادي. اي هذا العجل هادي اللي راكم عارفين باللي صايبه بزاف، تبارك الله. خديناها، يعني احنا ضروري كناخذوها، يعني كناخذوها يعني ليله العيد او لا قبل. المهم حنايا اليوم هذا النهار هذا ذبحناها قبل ليله العيد. شوفوا عرفتي صعيبه بزاف، ما جليش، كان صعيب بزاف باش اننا نذبحوها. المهم خليكم معايا، غادي نشارك معكم الاجواء، ولكن ما كنحملش نشوف ديك الاجواء ديال الذبيحه 100%، فنخليها حتى نوريكم من بعد ما ذبحناها. تبارك الله شحال عطات ديال اللحم، شحال عطات ديال الكبده، وغنوريكم كلشي. داكشي خطير وزوين صراحه، العجله زوينه بزاف حتى مع هاد الغلا اللي كاين. يعني هادي بغيتكم تعطيوني في الكومونتير شحال تقدر توصل الثمن ديالها مقارنه بالحولي الصغير، الحولي ديال اللي دابا الاشكال ديالو كبيره بزاف. يعني راه زوينه بزاف، خديناها بثمن خيالي يعني مقارنه بهاد الغلا اللي كاين دابا وبهذا الشيء اللي ولينا كنشوفو. المهم هنا زهره راه مقابله كثير. هنايا كيحلمها كيدير ليها هذيك القنبه، يعني اول حاجه كيبدا من عنقها، كيحزم ليها عنقها باش كيجرها، ومن بعد كيحزم ليها رجلين ضروري من هاد المرحله هذه باش كيتحكم فيها. إلا ما كانش هاد المرحله ما غاديش يقدر القصير انه يتحكم في الذبيحه ديالو. المهم انا ماشي نوريكم هاد اللقطه هادي، اما اللقطه فاش تذبحهاش وداكشي انا اضطر هادشي، ما كنبغيش نشوف ديك اللقطه داكشي باش نصورهاش. وهما اللي نطال كاع سبحان الله العظيم، يعني هادشي ديال الدم وهذا ما كنتفاداه داكشي باش ما صورتش معاكم. المهم هنا من بعد ما غيذبح ومن بعد ما غيصلخ وغيدير خدمته وانا طيحها صافي. من بعد ما ذبح راكم عارفين الكسار خدمه كتكون مضمونه، يعني كيخدم بالماكينه بحال خدام في الكرنا، يعني واحد الخدمه اللي سهله وسريعه الصراحه. دغيا تذبح تبارك الله، دغيا تصلخ دغيا. المهم شوفوا تبارك الله شحال ديال اللحم، شوفوا الكبده قداش والقلب، يعني كتعطي بيضها الكبده بحال هاد الكبده راه متلقاهاش في الحولي. غنشارك معكم الكبده ديال الحولي وهتشوفوها معايا، بحال هاد الكبده هادي راه متلقاهاش في الحولي نهائيا. وتبارك الله شوفوا الشكام با وداكشي ديال هادا. الصراحه عطات تبارك الله ما شاء الله، يعني عطات الكرشه، عطات اللحم تبارك الله كما كتشوفوا معايا. ما عرفتش بالضبط شحال ديال اللحم تقدر توصل حتى شي، ما عرفتش بالضبط. المهم ما نقدرش نعطيكم قياس، نسيت مسويت لك الزير شحال بالضبط، حيت هو يعني غير من عينو ميزان راه يقدر يعرف لك تقريبا شحال كتوزن. شوفوا امينه هنا كتشوف الشرايين ديال القلب ديال العجله ديالنا هي امي كيشوفوا الشرايين، كيهضروا على الشرايين ديال القلب وداكشي. شوفوا القلب تبارك الله قداش، خليني من الحولي. شوفوا اللحم تبارك الله، يعني راه ما شاء الله. هنايا مباشره مشينا شوطنا الراس وغسلناه، ضربنا ليه واحد الغسله كما كتشوفوا ناضيه، الرجلين حتى هما نفس الحاجه، غسلناهم وشوطناهم صافي. هنا يعني من بعد ما قادين كلشي وفرشنا كلشي غادي، يعني ضروري اللحم كتفرش شويه، غنديروا ليها شويه الفرفاره بين ما غسلنا هادشي، غنديروا ليها الفرفاره حتى الصهد، غنخليوها تبرد واحد شويه حيت راكم عارفين غادي تخنز، يعني ضروري تفرش قبل ما نديروها في الثلاجه. المهم هنايا في الشرطه كيما كتشوفوا درنا هاد الازارات هادو من الفوق، هنا كنصيقوا الدنيا صافي كنجمعوا. حنا عندنا واحد الشغل نقي الصراحه، يعني دغيا كنساليو حيت كنعطيو يعني ديك 3 سوايع 4 سوايع الشغل صافي كنحيدو علينا. المهم انتم كيما شفتوا الفرفاره غادي نخليها هنا في الكوزينه، هو الدنيا عمرو وهنا ما جاتوش ليا الدنيا. المهم هكا كان الفيديو ديالنا، نتلاقاو في فيديو جديد. شكرا لكم بزاف.